بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأخواني كل، إن شاء الله نهاركم فل، الناس كل تحياتي. مرحبا. بديت نحكي على الفيديو اللي نزلته البارح بتاع الشخص المطلوب للعدالة والتجاوب الأمني السريع، مشكورين فيهم من تواصل معي على الخاص، مشكور، وفيهم بتبيع الكثير اللي تجاوبوا مع ذلك الفيديو الخطير الحقيقة اللي مس من السلم والأمن الاجتماعيين. وهذه رسالة إلى وزير الداخلية وإلى السيد سفيان بالصادق المتعهد بالأمن القومي، راهي هذه يعني فضيحة. لو كان في كل مناسبة السيد هذا يعني يمشي يبحث ويروح لهنا تولي كارثة ومصيبة. ولهنا نتسائل، وباش نوريكم تو فيديوهات أخرى، باش نوريكم، باش تبدأ الناس كلها على بينة. ذا الفيديو اللي هبطته، هذه الصورة اللي خذيتها، هيك السكينة في يده، مشعل دبوزة غاز ورميها على الجيران كما وريتكم. الآن باش نوريكم سيد كيفاش يبيع في المخدرات. بركة هنا تشوفوا هيك شوية، هاكا جاء خرج له من الباب اللي باللكحل، هاكا مد له السلعة نتاعو، صبح على خير. باه هذاك كليون، نجيو لكليون واحد اخر، احنا بركة. باه هنا هاكا باللكحل كالعادة، شوفوه، ثبتوا معايا، مدلو سلعة، هاكا مدلو، شفتوها؟ باه تاجر مخدرات. باه سيد المجرم هذا يعني يمثل هذا الفيديو متاع اليوم الحقيقة متاع الأمنيين اللي جاوا هكا، السيارة متاع الأمن جاوا وقاموا بالواجب متاعهم، ومشكورين طبعا على التحرك اللي قاموا به. ولكن هذا غير كافي، هذا تاجر مخدرات، هذا مجرم مطلوب للعدالة، هذا كما شفتوا يشعل في الباب الغاز ويرمي فيه، وعندي فيديو والله صدقوني يرمي فيه على الأمن، صورين تجاه الأمن، شعل عليه كالعادة دبوزة غاز ورمي عليه. هذا يا خويا كانوا مريض نفسي يمشي يتعالج في المستشفيات بتاع يعني الناس اللي عندها مرض عقلي، خاطر هذا باش يعمل كارثه في حومه كامله. هذا شعل دبوزه غاز كانت ترشق على احد الجيران، تو على الاقل يموتوا زوز ثلاثه باش يقعد المجرم هذا يدور. وهذا محمي، محمي هاكا، مانيش باش نحل برشا الباب، والكلام موجه للناس اللي تعرف رواح، احشموا على رواحكم وطبقوا القانون. انا نشكر طبعا الاداء الامني والتعامل الامني، ولكن في نفس الاطار فما شكون قاعد يحمي فيه، هاني مانيش باش نسميه الان، وكل واحد يحترم روحه ويطبق القانون. هذه نقطة أولى، والنقطة الثانية تتمثل في أنه السيد هذا شنية عامل؟ السيد هذا سيدي عامل شهادة أنه هو مريض نفسي يتعالج من عند طبيب عندي اسمك يا طبيب، والكابينين تاعك في الكرم، واني باش نعمل عليك بحث وباش نحل عليك الكتاب، انت والاطباء المجرمه اللي كيفك اللي قاعدين يعطيو في شهادات للاكاكه بعلي باش البلاد تدخل في هاويه، ونوليو نحن المجرمه هذوما يقتلوا العباد ويخرج. تو فهمتوا تو الوضعيه؟ فهمتوا وين وصلنا نحن في تونس؟ وصلنا وانه ناس تشري طبيب، تشري شهادة طبية باش يقتل اللي يحب عليه، يشد جمعة جمعتين هكاك مجرد يعني تحفظ ويلقى روحه في الشارع والربلوت. خويا المريض النفسي فما مكان يتلاو به باش يرجع لاباس عليه، ما رجعش لاباس عليه يا اما يتم حجزه في احد المستشفيات نتاع الامراض النفسية ولا يمشي للحبس، امورك. خاطر المريض النفسي فما اكثر من حل باش يتداوى. إذا كان السيد هذا يمثل خطر على البيئة وعلى المجتمع، فما كان الطبيعي معروف، هذه اللغة نتاع الطبيب واللغة نتاع التدفيه نتاع تو مريض نفسي يبيع في المخدرات. هاكم شفتوه وريتكم، فما مريض نفسي يبيع مخدرات ويقبل في الأموال،
يعني هذه راهو هذه راهو باش نتجاوزوا مراحل خطيره برشا. هذا هذه عينه، وانا ادعو كل شخص، انا نعرف موجودين بكثره في كل حومه باش تلقى الاشكال هذه، كل واحد عنده مشكله مع النوعيه هذه يبعث لي فيديوهات مصوره وانا تو ننزلها ونبعثها للسلطات المختصه باش تقوم بواجب. وهذا نداءات نتاع استغاثه يعني في حق العائلات هذوما اللي عانت الويلات. من الاخر نحن نطالب بتطبيق القانون، نحبوا دوله نتاع قانون. الشيء هذا ما كانش في عهد بن علي. الشيء هذا وقت بن علي كان يبعث فرقه امنيه حومه كامله ترحل. الان اصبح كل شيء مباح. الحقيقه مش من الان، منذ سقوط نظام بن علي، خلينا نعطيه كل واحد حق. تجاره المخدرات اصبحت يعني مسيبه، ما فماش مراقبه، ما فماش محاسبه، في المعاهد، خارج المعاهد، امام المعاهد، اغتصابات، عنف، اجرام، قتل الى اخره، هذا يلزم يقف. وهذه اخر نداءات الى السيد وزير الداخليه، ان شاء الله يقوم بواجبه، وكذلك السيد سفيان بالصادق اللي هو انسان معروف بالنزاهه نتاعو وبتطبيقه للقانون. ننتظروا في الاجراءات القانونيه في حق هؤلاء، واللي عنده شهوه يحطها في عشاه، اللي يحب يسيب المجرمه هذوما يمشي يسيبهم في مكان اخر، ما يسيبهمش في تونس، يسيبهم في اي دوله اخرى اموره، لكن في تونس، تونس يلزمها تكون دوله نتاع قانون ومؤسسات، ومن يتجاوز القانون يجب ان يحاسب. وانا جايين ان شاء الله في الكثير من الملفات، راه ما نسيت حتى شيء، فقط انا في عطله، ولكن في كل مره اذا تطلب الامر نخرج ونوضح ونعطي بعض يعني المعلومات، او يعني نتواصل مع الجميع باش يعني كل انسان ياخذ حقه. جماعه زاد الكونترات المضروبه جايكم اللي يسرقوا في الناس، جماعه الستيك، جماعه يعني النقابات، جماعه كذلك 411، قانون 411، ما نسيت حتى شيء، بحول الله كل موضوع في وقته ان شاء الله. المهم نحن حكينا يعني في الاطار هذا بتاع الامن القومي، ان شاء الله السيد هذا ما عادش يخرج، خاطر السيد هذا يمشي يبحث وتتفه القضايا نتاعو ويرجع كالعاد. هنا يعني وقفه الزنقه بالهارب. من الاخر تحياتي للجميع، ان شاء الله نهاركم فل الناس كلها.